للمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، ينضم إلينا من موسكو السيد السفير أندريا باكلانوف، مستشار رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي. سيد سفير، تحياتي، أهلا وسهلا. مساء الخير. سيد سفير، بكل تأكيد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت نقلة نوعية في طبيعة العلاقات المصرية الروسية والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. يعني بداية، أهمية هذه الزيارة كما تراها أنت؟ يعني بصراحة هنا في موسكو ارتياح كبير بالنسبة للنتائج، إيجابية جدا لزيارة فخامة الرئيس سيسي في روسيا الاتحادية. أهم شيء أنه الآن عندنا الاتفاقيات ملموسة، وأهم من هذه الاتفاقيات اتفاقية بإنشاء المنطقة الصناعية، وقد اتفق طرفان بأنه حجم استثمار روسي في المرحلة الأولى حوالي 7 مليار دولار، وسوف يشتغل هنالك حوالي 38 عامل، يعني عمالة كبيرة. وبعد ذلك طبعا شيء مشابه الصد العالي الجديد، يعني إنشاء المحطة الكهربائية النووية. وكذلك اتفق الطرفان انه سوف يكون هنالك قرض روسي في حدود 23 مليار دولار، شيء مهم جدا. وبعد ذلك اتفق الطرفان بانه سوف يزداد عدد السياح في حدود 3 مليون، يعني يرجع إلى حجم السياح زي ما هو كان من أول قبل الأحداث الصحية. وبالإضافة لذلك أهم شيء بأنه فخامة الرئيس الروسي هو قال بأنه مصر هي الصديق نمرة واحد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وعندنا يعني حماس كبير بالنسبة لإمكانيات الجديدة لتطوير العلاقات الودية بين البلدين إن شاء الله. سيد سفير، يمكن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي، هو أول زعيم عربي ودولي يلقي كلمة في المجلس، يعني كيف رأها أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي في ظل إشادة السيدة رئيسة المجلس الفيدرالي بطبيعة العلاقات المصرية الروسية في هذه المرحلة؟ أنا شخصيا كنت أمس بين أعضاء الوفد الروسي الذي كان يشترك مع زملائنا المصريين في هذه المباحثات. وبصراحة كان انتباه كبير بالنسبة للحديث فخامة الرئيس سيسي، وكان شيء ممتع جدا في هذا الحديث التاريخي، أول حديث رئيس أجنبي في برلمان الروسية الاتحادية. وطبعا نحن فهمنا بأنه عند رئيس السيسي برنامج ملموس يعني وجيد بالنسبة للأفق تطوير العلاقات بيننا، وفيما يخص كذلك التعاون السياسي في الشرق الأوسط الشرق الأدنى وفي كافة المجالات التعاون بيننا. سيد سفير، كذلك يعني تم التوقيع على اتفاقية للتعاون السياسي والاستراتيجي بين البلدين. الحقيقة في الفترة الأخيرة مصر منفتحة على تعاون وتحالف استراتيجي مهم مع روسيا في كل القضايا وفي كل قضايا المنطقة تحديدا، ولمصر وروسيا وجهات نظر تقريبا متطابقة في العديد من أزمات المنطقة. أهمية هذا التناغم في المواقف الإقليمية والدولية في دفع العلاقات في كل المجالات، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ربما عسكريا. يعني أهم شيء عندنا كافة الأشكال التعاون السياسي، فيما في ذلك مثلا
اجتماعات بين وزيرين، وزير الدفاع ووزير الخارجية روسي من طرف روسي، ووزير الخارجية ووزير الدفاع من طرف المصري، وكذلك تشتغل بأسلوب ممتاز اللجنة الحكومية لتطوير علاقات في ميدان التكنولوجيا وتجارة وعلوم، يعني كل شيء مشجعة. في رأيي الشخصي الآن نفتح الصفحة الجديدة في تطوير علاقات بين البلدين. أنا عملت في مصر 3 مرات، والآن أنا شايف بأنه شيء مشجع جدا في تطوير علاقاتنا. أمبيبا هنا في موسكو ارتياح كبير جدا. أنا بشكرك جدا السيد السفير أندريا باكلانوف من موسكو، مستشار رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، شكرا جزيلا.